هنروح مع بعض للخبر اللي بعده، هو عن ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية. وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التعاون الدولي لما تطرقت إليه مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مشاركته في جلسة آليات جديدة شراكات للنمو الأخضر، واللي عقدت ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس مؤخراً. وضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لفت في حديثه إلى ما قدمته مصر من نموذج عملي عبر التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي اللي بيستهدف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي لمحاور المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. تضمن البرنامج منصة للمشروعات القابلة للاستثمار واللي تم إطلاقها بمشاركة مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من يومين في المؤتمر الخاص ب الميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، عايزين نعرف تعليق حضرتك على الخبر يا فندم. احنا نظمنا السنه اللي فاتت مؤتمر او قمه كوب 27 الخاصه بالمناخ، كانت من انجح القمم في شرم الشيخ اللي اثبتت قدره مصر على تنظيم مثل هذه الاحداث الضخمه، وايضا كانت رسائل مصر في هذه القمة تؤكد الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة التي ساهم تقدمها في خلق مشكلات عديدة من تغير في المناخ وتصحر ونقص موارد المياه اللي تعاني منه الدول النامية ومن بينها مصر. وفي القمة كان هناك تعهد بأنه الدول المتقدمة تضخ 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة من التغيرات المناخية وأغلبها في إفريقيا. للأسف لم يتم الالتزام بتنفيذ الوعد أو الالتزام ده من قبل الدول المتقدمة، ورجعنا للنقطة صفر. الرئيس في قمة التمويل الدولية في باريس أشار إلى هذا وقال لو كنا بندفع 100 مليار بشكل سنوي كما هو متفق عليه كانت أغلب التغيرات المناخية تم معالجتها بشكل علمي، وبالتالي كانت الأضرار التي وقعت على الدول المتضررة أقل كثيرا، سواء التصحر أو نقص موارد المياه أو حرارة الجو اللي اتغيرت، وبالتالي أثرت على الزراعة وأثرت على الري وأثرت على الثروة الحيوانية في الدول النامية زي ما قلت لحضرتك. من المفيد جدا أن الحكومة المصرية من خلال آلية هي عملتها اللي هي لجنة متابعة التغيرات المناخية تتابع ما يحدث في مصر وفي العالم من خلال هذه اللجنة، وبالتالي تتخذ من الإجراءات والقرارات والاتصالات ما يسمح لها بمكافحة التغيرات أو بتقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية التي نعاني منها.